ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها؟ أنواع التوحيد، التوحيد ثلاثة أنواع. الأول توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة، فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية، وهذا النوع هو المطلوب من الخلق. أما النوع الأول هو توحيد الربوبية فهذا الخلق مقرون به، حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة. والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به، ولكنه لا يكفي. نعم. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها.